هلو مينسان، معكم اونيزوكا من قناة اوهايو اوتاكو ديس. اليوم نقوم بعمل انطباع عن الحلقة رقم 8 من انمي دريفترز. الحلقة اصدرت بتأخير قليل هذا الاسبوع، لهذا لم اقم بالانطباع البارحة. اذا الحلقة كانت جميلة على العموم وتمهد الى حدث جد رئيسي غالبا سوف يكون في الحلقة القادمة. هيا بنا لنكتشف معطيات هذه الحلقة. إذا تبدأ الحلقة برؤية يويتشي تسمع صوت أخاها الذي قد رأينا عليه فلاش باك في الحلقات القادمة، وأن هناك خلاف بينها وبين أخوها. إذا هنا تسمع صوته وتصرخ قائلة بأنها لن تتبع أوامره بعد الآن. إذا قائد الأكتبوريين ومؤسس منظمة أورتي أو القائد الحالي لهذه المنظمة يخبر نوبونوغا بأنه قد تم إرساله لتدمير هذه النهايات، وأنه مهما كانوا النهايات نساء أطفال رجال شيوخ يجب قتلهم بدون أي تردد، لأنه يجب القضاء على النهايات. لكن طيوهيسا يرد بالعكس ويخبره بأنه لن ينتزع رأس امرأة مهما كلفه الأمر. وهنا يتحدثون عن الدريفتر المرأة التي واجهت طيوهيسا، فنحن نعلم بأنه لم يقتلها. وعندما علم قائد منظمة أورتي بذلك لم يعجبه الأمر. إذن هنا ننتقل للقطة كانت طريفة لكن لها دلالات تاريخية عميقة. إذا تذكرتم هذا الطيار الياباني وهو الآن قد استقر في مكان ما في الغابة، والتقى بذلك الشخص الذي كان ملك الرومان فيما سبق. وعندما يعرف بأنه من روما أي من إيطاليا يذكرنا هنا بالحلف الثلاثي المؤسس في الحرب العالمية الثانية، وهو بين النازية وبين اليابان وبين إيطاليا. وبعد ذلك ينهال عليه ضربا لأنه من إيطاليا. والأمر الذي يعني المعنى من هذا، فكما ترون في الشاشة يخبره بأنه يجب أن يعتذر لألمانيا، لأننا نعرف بأن إيطاليا في الحرب العالمية الثانية خانت التحالف الخاص باليابان وألمانيا وانسحبت منه وانضمت إلى جانب كل من فرنسا الاتحاد السوفيتي وأمريكا. إذا كما أخبرتكم بأن هذا الأنمي له دلالات تاريخية جد عميقة. المهم ننتقل إلى مشهد آخر، وهما الدريفترز اللذان يحملان هذا السلاح المتطور، وهو سلاح يعني رشاش بالرصاص. ونوبونوغا يتفاجأ من طبيعة هذا السلاح، وهذا طبيعي لأنه أحد مقاتلي العصور الوسطى ولم تكن في تلك الفترة أي أسلحة نارية. ويخبرهم بأن هذا السلاح هو سلاح جد قدير، ولو كان يعني في فترتي لاستطع تغيير العديد من الأشياء. وهذا ينعكس على الواقع الحالي الذي نعيشه، وهو أنه الحروب القديمة التي كنا نعرفها في القرون 18 و17 ليست كالحروب الحالية والتي هي حروب دمار شامل وتنتهي في أيام معدودات. إذن هذه المفارقة التي توجد في هذه الصورة. بعد ذلك يظهر أحد أعضاء المنظمة الأكتبورية والذي جاء بحثا عن القائد، وعندما يلتقي به يخبره بأنه قد قام بإحضار بعض يعني الأسلحة التي أمر بها القائد. وهنا نوبونوغا يخبرهم بأننا لدينا كل شيء وحان وقت الانتقال إلى الأقزام من أجل صناعة الأسلحة. إذن هنا الشخص القائد الخاص بمنظمة الأكسبوريين يسأل سؤال لطالما أردت أن أسأله بنفسي، وهو لماذا نوبونوغا لا يريد أن يرشح نفسه مالك لكن يريد أن يضع طيوهيسا هو الملك. وهنا نوبونوغا عفوا يشرح ذلك بأنه في فترة الانقلاب التي حدثت معه عندما كان على قيد الحياة أول شخص قام بالشك فيه وهو ابنه، وأن طيوهيسا لا يتردد ولا يعني يلقي اهتماما سواء بالخسارة أو بالربح أو بالخوف أو بأي شيء. إذن طيوهيسا وهو الشخص المؤهل لأن يكون الملك، لكنه طائش نوعا ما، لذا نوبونوغا سوف يكون المساعد الخاص بهذا الأخير. إذن طيوهيسا يظهر في مشهد خاص به عندما كان يتجول في الغابة، ويظهر أيضا الدريفتر العجوز الذي دائما يرافق ملك الرومان. وهنا عندما يريد أن يهاجمه طيوهيسا، نحن نعرف بأن هذا الشخص لا يرى، رغم ذلك يستطيع الدفاع عن نفسه، وقد تحدث لنا عنه ملك الرومان في الحلقات السابقة وأخبرنا بأنه كان شخص قام بإرعاب كل الإمبراطورية الرومانية فقط بحضوره.
إذا ننتقل إلى المشهد الأخير وهو مشهد الجان، حيث خبرهم طيوسا بأنه حان الوقت للانتقال إلى مكان الأقزام، ونحن نعرف الصراع التاريخي الأزلي الموجود بين الجان والأقزام، الكل مضطرب، هل حقا سوف يرافقونه؟ ولكن ينتهي الأمر بالجزم وبالموافقة على مرافقة طيوسا، فيجب ألا ينسوا بأنه الشخص الذي منحهم حريتهم وأعاد إليهم استقلالهم. إذن هنا تنتهي حلقة اليوم، كانت الحلقة جد مليئة بالأحداث وتمهد لأحداث جد محورية وجد رئيسية. لدينا الآن سوف ننتقل إلى المشهد الخاص بالأقزام، أي في الحلقات القادمة سوف يلتقي كل من الجان والأقزام، وإن توصلوا هؤلاء إلى تحالف سوف يكون حقا تحالف جد قوي. لدينا الدريفترز بقوتهم الرهيبة، الأقزام بقدرتهم على صناعة أسلحة قوية ومتينة، والجان بقدرتهم الخارقة للعادة على التصويب ورماية السهام. إذن حتما الجيش الذي يكونه طيوسا هو جيش جبار وسوف يسبب مشاكل لملك النهايات. إذن هنا يتوقف فيديو اليوم كالعادة، إن كان لديكم أي ملاحظات أو أي إضافات بخصوص هذا الفيديو فلا تترددوا بوضعها في التعليقات. نلقاكم في مراجعة أسبوعية أو انطباع أنمي مقبل إن شاء الله، وإلى ذلك الحين دمتم سالمين.